سائل يقول هل ما في المقام من أثر هو أثر قدم إبراهيم عليه السلام؟ نعم، هذا هو المعروف، أن القدمين الموجودين على الصخرة أنها آثار أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما كان يقف على الصخرة وترتفع به وهو يبني البيت. كان يبني البيت هو وإسماعيل عليهما السلام، فلما ارتفع البناء جاء بصخرة جعل يقف عليها ثم ترتفع به ثم يبني الكعبة حتى تكاملت. هذا هو المقام، وصار آثار أقدامه عليه الصلاة والسلام في هذا الحجر آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أبو طالب في لاميته، يقول: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة عليها رسمه حافيا غير ناعلي.